أغنية سويدية بعنوان تحيا فلسطين أصبحت أيقونة للتضامن مع أهل غزة. الأغنية دي هزت شوارع مدينة ستوكهولم في السويد، خاصة في الفترة الأخيرة، للتضامن مع أهل غزة. وفجأة انتشرت الأغنية دي في العالم كله، ووصلت للندن ونيويورك وغيرهم كتير، ورددها الناس في الاحتجاجات الرافضة للأحداث اللي بتحصل دلوقتي في غزة. كتير معتقد ان الاغنية دي حديثة، لكن في الواقع عمرها اكتر من 45 سنة، واللي قدمها فرقة الكوفية الفلسطينية السويدية، وكتبها الفنان الفلسطيني جورج توتري، واللي كان مهاجر للسويد من سنة 67، واسس الفرقة دي علشان يوصل للغرب احداث فلسطين، بداية من اعتداء اليهود على اراضيها، وصولا بالاحداث اللي بتحصل دلوقتي. ياريت ما تنساش تقول لنا رأيك في التعليقات.